من جديد بجدد الترحيب بحضراتكم، وكالعادة نبدأ أخبارنا من عند فريقنا اللي بيواصل تدريباته في ملعب النادي تحت قيادة جوزيه جوميز استعدادا لمباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر ليها يوم الحد بإذن المولى عز وجل. الجهاز الفني حط خطة وبرنامج سواء على النواحي الفنية والتكتيكية ونواحي الريكفري أو الاستشفاء الخاصة باللاعبين تحت قيادة جواو ميغال مدرب الأحمال وطبعا أعضاء الجهاز المعاون. حديثا بقى بالاجتماع الفني، الناس كلها بتسأل وبتتساءل، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية هيعقد في 11 صباح يوم السبت. الاتحاد الإفريقي الاجتماع الفني على أن يتم الاتفاق على زي الفريقين خلال اللقاء، بعض الأمور الإدارية والتنظيمية، وطبعا هيحضر الاجتماع عمرو أبو العز المدير الإداري، سعد عبدين إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وبرضه هيكون موجود باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة بالنادي، بالإضافة إلى ممثلي نادي نهضة بركان، وبالطبع طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء. مصطفى شلبي، ايه قصة مصطفى شلبي؟ هيشارك مش هيشارك؟ ايه الموضوع؟ مصطفى شلبي اقترب من المشاركة امام نهضة بركان في المباراة النهائية يوم الاحد المقبل باذن المولى عز وجل. بدأ يشارك في التدريبات بشكل تدريجي، بجانب ان في تدريبات تأهيلية وحاجات لتقوية العضلات في الجيم. دكتور محمد أسامة أكد رأيه الطبي أو اتكلم عن رأيه الطبي إن هو شغال وفي مجهودات مكثفة عشان مصطفى يكون جاهز بالشكل المناسب اللي يأهله واللي يساعده إن هو يشارك في المباراة. ده طبعا في ظل الإصابة اللي كان تعرض ليها في العضلة الضمة، مجهودات رائعة من دكتور محمد أسامة ورغبة كبيرة من اللاعب إن هو يكون موجود في هذه المباراة. وبالمناسبة يعني الشغل الذهني بيكون أهم من الشغل العضلي، رغبة اللاعب المنتاليتي بتاعته، هل هو راجل فايتر وعايز يكون موجود وبيلتزم، كل دي بتحدد مدى جاهزية اللاعب. ومصطفى في الحقيقة تألق بشكل كبير جدا وأثبت نفسه بشكل أكثر من رائع وأكثر من ممتاز.